مرحبا، رح نحكي اليوم عن فرص الولادة الطبيعية بعد أول عملية قيصرية. هلأ مثل ما بتعرفوا الستات اللي بيولدوا قيصريتين فما فوق كل ولاداتهم بتكون قيصرية، لكن السيدة بعد إجراء أول عملية قيصرية دائما بتبادر لذهنها هذا السؤال، هل ممكن أولد طبيعي المرة الجاي أو لا؟ طبعا هذا الإشي بيعتمد على عدة عوامل، أحد أهم هاي العوامل هو سبب الولادة القيصرية الأولى، لأنه في أسباب بتتكرر مع كل حمل فيجب إجراء قيصرية دائما، لكن في أسباب ما بتتكرر وبتكون بتتعلق بهذا الحمل أو بوضعية الجنين، فهاي الأشياء بنعتبرها ما بتتكرر وممكن تولد السيدة بشكل طبيعي بالأحمال القادمة. هلأ أيضاً في عوامل أخرى مثل وجود ولادات طبيعية سابقة، هذا الإشي بيزيد فرصة الولادة الطبيعية حتى بعد أول قيصرية. في عوامل أخرى طبية بتتعلق بجرح العملية القيصرية، كيف تم فتح الرحم، أو إذا صار أي مضاعفات أثناء الولادة القيصرية تؤدي إلى ولادات قيصرية أخرى. هلأ بدنا نحكي للسيدات إنه فرصة الولادة الطبيعية بالحالات اللي بتسمح بحدوث الولادة الطبيعية بعد أول قيصرية عالية، ف 75% من السيدات اللي بتسمح حالتهم بيولدوا طبيعي بعد أول قيصرية، وخاصة إذا كان هناك ولادات طبيعية سابقة هاي النسبة بتزيد ل 90%. هلأ دايما الست بتسألنا شو بقدر أعمل عشان أزيد فرصة حدوث ولادة طبيعية بهذا الحمل بعد أول قيصرية؟ احنا بننصح السيدات بالمباعدة بين الولادة الاولى والولادة الثانية على الاقل من سنة ونص الى سنتين. ايضا بننصح السيدات انه قبل ما يصير حمل تكون محافظة على وزنها بشكل طبيعي، لانه وجدت الدراسات انه كل ما زاد الوزن بتقل فرصة الولادة الطبيعية. ايضا هناك بعض الاجراءات الطبية اللي بيقوم فيها الطبيب للمساعدة على حدوث طلق طبيعي قبل نهاية الشهر التاسع، وهيك بتضمني الحصول على أكبر فرصة للولادة الطبيعية بعد أول عملية قيصرية. سلامتكم.